أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الرسم في قول المؤلف والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها؟ الرسوم يعني الآثار، الرسوم معناها الآثار، وفي الحديث يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسم، يعني كتابته في المصاحف ولا يعمل به. نعم. والرسوم هي العادات، الرسوم عندهم معناها العادات والتقاليد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.